لم ينقشع غبار المعركة بعد، ما يزال الجيش الوطني يخوض مواجهات فاصلة على مشارف مركز مديرية صرواح في محافظة مأرب. تأتي هذه العملية كمرحلة ثانية للعملية التي أطلق عليها الجيش الوطني نصر 2، والتي انطلقت قبل أشهر وفق خطة عسكرية دقيقة استطاع الجيش من خلالها استرجاع العديد من المواقع من قبضة الجماعة الانقلابية. مراسل قناة بلقيس أكد أن الجيش حقق أول تقدم في منطقة صرواح، وسيطر على جبل النصب الأحمر المطل على مركز المديرية من الجهة الغربية. ويعد الموقع واحدا من المواقع الاستراتيجية كونه يطل على مركز المديرية مباشرة. المرحلة الثانية من العملية التي انطلقت قبل 3 أيام بدعم من التحالف العربي وإسناد المقاومة الشعبية تهدف إلى تحرير مناطق المخدرة وهيلان وأيضا صرواح التي تقع على بعد 40 كيلومترا في الجهة الغربية لمدينة مأرب. وشهدت المخدرة وهيلان خلال الأشهر الماضية أعنف المواجهات بين قوات الجيش الوطني وعناصر الميليشيا المسنودين بقوات الحرس الجمهوري الخاضع لسلطة الرئيس المخلوع. يريد الجيش الوطني ومن خلفه السلطة الشرعية بهذه العملية تأكيد حضوره لاستكمال تحرير محافظة مأرب كاملة. فمحافظة مأرب التي سقطت من قبضة الميليشيا قبل عام أخذت بالتعافي وسارت فيها الحياة بشكلها الطبيعي على الرغم من محاولة الجماعة الانقلابية المتكررة إعاقة دور السلطة المحلية وإفشال جهود الدولة في المحافظة.